ذكرياتنا مرتبطة كتير بحواسنا الخمسة. هلأ رح أطلب مني كل حاسة لوين بتاخدك بالذكريات. كل حاسة رح أذكرها لوين بتاخدك على صورة. إذا بلشنا بحاسة السمع، أي صوت هيك بتستحضريه هلأ من ذكرياتك؟ مجموعة أصوات متداخلة، صوت قطيع المعزة، الجرس تبع المعزة مع صوت الراعي، صوت أمي عم بعيط لي، حاسة الشم، ريحة ريحة البطاطا المقلية اللي نطرتك بالبيت بعد المشوار وبعد التعب، حاسة النظر هيك مظهر شيء، شكل شيء، منظر القطيع المعزة لما يقطع من قدام بيتنا وهالطريق الطويلة وأنا أكون عم بتفرج عليه والشمس على المغيب، كيف هن بيبقوا مثل سيلوات ظلال وأشكالهم والراعي، وبترجع يروح القطيع وتروح الروائح معه، يرجعوا النساء يظهروا من بيوتهم مع مكنسة الوزال معمولة من شجر الوزال يكنسوا الطريق من بعد ما يكون قطع الهيدا، كمان حسك مثل كوريوغرافي، حسة لمس، ملمس شيء تروحي عليه. بحب ارجع المس خدها لامي، خدها ناعم، بشرتها كتير حلوة، بيضة، روز، ناعمة ناعمة ناعمة، مع شوية تجاعيد هون، شوية تجاعيد هون، بحب ارجع المس لوجهها. حسة التذوق، طعمي أكل أمي و صحن السلطة اللي هيك من الأرض كانت تعمله، يبقى له طعمة غير شكل، يبقى فيهم طعمة الأرض، طعمة حقيقية، ما في كيماوي، ما في هيك طعم بيور غنية. كنت حب كتير كمان طعمة الكشك الأخضر، تعمل لي هيك طمول صغير تعطيني إياه لحتى آكله. وعيك أو بتركيك عم بستطعم الحموضة تبع الكشك الأخضر. شفت الحواس شو بتسجل ذكريات؟ صح. هلأ فينا نقعد أوكي يلا.